سلام عليكم. ماذا بعد الدعم؟ شنو دابا اللي جاي مورا الدعم؟ سواء ليك انت اللي كتشد دابا الدعم شنو كيتسناك، ولا انت اللي ما كتشدش الدعم ما تقبلتيش ما فيكش الشروط في القانون شنو كيتسناك؟ عمو دابا فضات منه الحكومه وقادت له جميع القوانين ديالو، دابا كل شيء ولا عنده عمو، ولا على الاقل ولا عنده الحق في عمو. كاين اللي تسجل سجل محاجر قل من 32 غيشد عمو التضامن فابور، كاين اللي مع العمال غير الاجره غيخلص على حساب حرفته، كاين اللي مع عمال غير اجره ما جاب قل من 32 من تسجل في السجل الموحد جاب فوق 32، هذا داروا له امو الشامل وخلاص. الفئات الاخرين اللي كان عندهم ضمان اجتماعي التغطيه الصحيه شحال هادي اللي خدامين موظفين ولا اجره كيتصرح بهم، هادو اساسا كانت عندهم التغطيه الصحيه. اذا جميع الفئات ولا عندها الطريقه باش تستافد، مسلكاك ما مسلكاكش هذاك شيء اخر. دابا الدعم فيه جوج حوايج، فيه فلوس الدراري من حال الشهريه، وفي المنحه الجزافيه كتسمى بحال شي تقاعد الاسر اللي كبروا ولادهم كبروا ولا ما عندهمش ولاد، كتسمى بحال تقاعد بحال اعانه جزافيه ديال 500 درهم. هاد الدعم هذا دابا اللي تقبلوا فيه عندهم الشروط مزيان، راه كيتخلصوا دابا 4000 للدري، والعام الجاي وهادشي اللي كيتسنى دابا صحاب فلوس الدراري في الدعم غتولي 250 درهم، 5000 ريال للدري. هاد 5000 ريال بالنسبه للثلاثه الاولين الرابع والخامس والسادس داكشي شي بركه قليله. 2026 غتولي 300 درهم داك الدري اللي كيقرا ولا عنده قل من 6 سنين. اذا هذا في العموم شنو كيتسنى صحاب الدعم اللي مقبولين دابا وغيبقاو مقبولين ومريقل الامور ديالهم والمؤشر مريقل وما غتزاد عليهم حتى حاجه وما عمرهم غيخدموا وما عمرهم غيطفروه، غيبقاو لاصقين في الدعم في فلوس الدراري غيبقاو يشدوها. السؤال المهم، الناس اللي ما تقبلوش في الدعم شنو كيتسناهم؟ الناس اللي بقاو حكومه ملزمه قبل ما يدخل 2026 تكون سالات من هذه المعمعه كامله ديال امو ديال الدعم ديال التقاعد ديال فلوس الدراري، هذه الامور كامله خصها تسالي منهم. الفئه الاولى اللي غنتكلموا عليها هي العمال غير الاجره. العمال غير الاجره جزئين، جزء راه كيستافد من الدعم لان في امو الا كنتي عامل غير اجير في امو واخا تجيب قل من 32 بالسيف عليك تخلص، كيفرضوا عليك تخلص على حساب الحرفه ديالك. الدعم لا، تيقول لك واخا انت عامل غير اجير كتخلص على راسك التغطيه الصحيه الا تسجلتي في السجل الموحد وجبتي قل من 974 عندك الحق تدفع الدعم. هذه الفئه الاولى، هادو داخلين مع الناس اللي هضرنا عليهم، ما حد المؤشر ديالهم هابط قل من 974 راه غيبقاو يتخلصوا على وليداتهم في الدعم، والليله ما عندهمش وليدات ولا وليداتهم فاتوا 21 سنه غيشدوا ديك 500 درهم. نجيو دابا للفئه الثانيه اللي مازال عليها الغموض، بزاف منهم ما عارف شنو كيتسناه. اخويا انا عامل غير اجير ما تسجلت كاع في السجل، ولا تسجلت في السجل وجبت فوق 9.74 وانا عامل غير اجير كنخلص التغطيه الصحيه ديالي، شنو كيتسناني؟ بدايه من العام الجاي غيولي عندك الحق في التقاعد. وردوا البال، التقاعد لواحد الفئه كبيره راه اجباري بحالو بحال التغطيه الصحيه. شكون هاد الفئه؟ من العمال غير الاجره اللي دابا خارج لهم القانون شحال يبداو يخلصوا في التقاعد، يمكن نهايه هاد العام يبداو فيه ولا العام الجاي لتعطلو كاع. وخارج ليهم واحد الحاجه مهمه، شكون اللي الزامي اجباري عليه يخلص التقاعد كما دابا الزامي اجباري كيخلص التغطيه الصحيه؟ حتى هي اللي ما كيخلصهاش بحال التغطيه الصحيه، دابا عامل غير اجير مفروض عليه التقاعد غادي تجمع ليه حتى هو الغرامات والزيادات والتاخير والصوائر وغيبقى ملزم بها. هذه الفئه هذه هي اللي صنفوها على حسب السميك، لان التحديد بالنسبه للعمال غير اجراء شحال كيخلصوا في التغطيه الصحيه داروا لهم على حساب السميك المدخول ديالك انت، ما كيجيوش يقولوا لك شحال كتدخل انت فلاح ولا شحال كتدخل انت شي فور طاكسي ولا شحال كتدخل انت صانع تقليدي. اذا كل فئه ولا كل مهنه كيحسبوا له على حساب السميك. كيجيو مثلا عند الفلاحه دار لهم بزاف ديال التصنيفات على حساب شحال من قطار، واش سقويه واش بوريه، على حساب الكسيبه اللي عنده دار لهم واحد التقييم ولا واحد التحديد شحال غيخلص في التغطيه الصحيه. هاد التحديد منين جابوه؟ كل واحد شنو تيقولوا لي؟ كيجيو عند واحد تيقولوا انت غتخلص مره ديال السميك، على قالوا له انت دابا كتصور 3120 درهم اللي هي السميك دابا الحد الادنى للاجور، ومن هنا للعام الجاي غتولي 3420 درهم لان السميك غيطلع. كاين اللي قالوا له لا انت مره ونص على حساب كما قلت التصنيف ديالو المهنه ديالو وشنو عنده في ديك المهنه. كاين اللي قالوا له مره ونص، كاين اللي قالوا له جوج مرات، كاين اللي قالوا له ثلاثه المرات، كاين اللي قالوا له سته المرات، وهما غاليين على حسب ديك المهنه شحال كيشوفوك كتصور. حسب مثلا فلاح واحد عنده 5 القطارات ماشي بحال واحد عنده 20 قطار ولا 25 قطار. اذا شحال ما كيطلع التقييم ديالك في المهنه ديالك كيطلع التصنيف ديالك على حساب هذا السميك هذا. علاش بغينا نوصلوا لهاد الهضره كامله؟ كما كيصنفوك في التغطيه الصحيه كيديروا لك انت مثلا كتصور مره في السميك ولا جوج مرات في السميك تياخذوا من 6.37%
كيشدو داك مره في السميك اللي هي 3120 درهم كيضربوها في 6.37% كيخرج لك داكشي اللي كتخلص في التغطيه الصحيه. الا كان جوج مرات في السميك كيشدو ديك 6200 درهم اللي هي مثلا 3100 في 3100 ديال جوج سميك كيضربوها في 6.37%. بالنسبه للتقاعد بالنسبه للخلاص شحال تولي تخلص؟ غتولي تخلص برا ونص ديال داكشي اللي كيخرج لك التغطيه الصحيه. مثلا صنفوك مره في السميك كتخرج لك 200 درهم تقريبا، غتولي تخلص 300 درهم ديال التقاعد زياده على 200 درهم ديال التغطيه الصحيه، غتزاد عليك في التقاعد ويولي تجمعوا لك النقيطات ديالك. ومني توصل 60 سنه عندك الحق تطلب تصفيه التقاعد. ما طلبتيش التقاعد المبكر ملي توصل 65 سنه كيخرج لك التقاعد ديالك الا كملتي النقاط. ما كملتيش النقاط ولا بغيتي تزيد تكمل، بالنسبه للعمال غير اجراء عطاوهم يتسناو حتى ل 75 سنه. ولكن نرجعوا للسؤال الاهم، هاد العمال غير اجراء كما قلت في البدايه الفئه الثانيه اللي ما غتستافدش من الدعم. هاد العمال غير اجراء بدايه من اخر هاد العام ولا العام الجاي على اقصى تقدير غيولي اجباري واحد الفئه كبيره منهم. شكون هاد الفئه الكبيره منهم؟ اللي غيتصنف على حسب التغطيه الصحيه مره ونص من السميك الفوق. اللي قل من مره ونص في السميك اللي فهمتكم دابا واحد شويه غيولي عنده اختيار، بغى يبدا يخلص التقاعد ديالته وتجمعوا له النقيطات يدخل، ما بغاش راه ماشي اجباري، ما غيسجلوش الضمان الاجتماعي تلقائيا وبدا يصيفط له، راك مدين لصندوق الضمان الاجتماعي بالتقاعد كما وقع دابا للتغطيه الصحيه، التغطيه الصحيه اجباري على الجميع، التقاعد اللي صنفوه انه كيصور في الحرفه ديالو ولا المهنه ديالو ولا الفلاحه ديالو فوق مره ونص من السميك من الحد الادنى للاجور غيولي عنده اجباري، اللي تحت مره ونص اختيار. كاين واحد الجزء اخر تيتكلموش عليه، ما عرفناش كي غيديروا ليه، ولكن غالبا بالعقل غنفهموا، هي فلوس الدراري. هاد العمال غير اجراء عنده وليدات حتى هو بغى يتخلص عليهم، نفس الشيء الا تسجل في السجل الاجتماعي الموحد وجاب قل من 974 هاد العامله غير اجير راه غيشد فلوس الدراري عن طريق الدعم. الا ما تسجلش ما تسوقش ما بغاش يتسجل ولا تسجل وجاب فوق 9.74 القانون الاطار ديال الحمايه الاجتماعيه تيتكلم على تعميم الحمايه الاجتماعيه، اذا كلشي خصو يشد فلوس الدراري. هاد الناس هادو غالبا غيديروا لهم واحد الانخراط كما الاجراء دابا، لك عامل غير اجير ما تقبلتيش في الدعم باش تخلص فيه فلوس الدراري عن طريق الدعم، غيديروا لك واحد الانخراط تخلصوا شهريا وتبدا تستافد من فلوس الدراري مقابل داك الانخراط. الاشكال اللي كاين ان هاد الانخراط الا خرج في القانون ما غيفرقش ما بين واحد عنده الدراري وواحد ما عندوش، قدر يكون انت ما والدش عامل غير اجير مازال صغير ولا ما ولدتيش ما عندكش الوليدات ولا ولادك كبروا فهاد 21 سنه ما بقاش عندك الحق تخلص عليهم، فغالبا حتى هاد الناس هادو واخا ما يشدوش فلوس الدراري غيخلصوا داك الانخراط، لان هاد الانخراطات مبدا الانخراط مبني على التضامن، سواء في التغطيه الصحيه ولا التقاعد ولا حتى فلوس الدراري مبني على التضامن، انه شيء يخلص على شيء. اذا الاشكال اللي غيكون عند العمال غير اجراء انه يقدروا يفرضوا على الناس اللي ما عندهمش وليدات ولا وليدات وفات 21 سنه ما غيتخلصوش عليهم انهم يخلصوا هاد الانخراط ديال التعويضات العائليه. اذا هذا في المجمل شنو كيتسنى العمال غير الاجراء اللي ما غيستافدوش من الدعم. التقاعد فسرنا كيفاش، وفلوس الدراري فسرنا كيفاش يمكن تكون. بالنسبه للتقاعد هادشي اللي قلت لكم راه اكيد خارجين له النصوص ديالو المسائل ديالو، بالنسبه لفلوس الدراري مازال ما كتكلمش عليه الحكومه بزاف. ندوزو دابا للفئه الغامضه، الفئه الثالثه اللي كما دابا داروا لهم امو الشامل اللي هما ما هما عمال غير اجراء، ما هما جابوا قل من 39 باش يستافدوا بامو التضامن، ما هما جابوا قل من 9.74 باش واخا يخلصوا امو الشامل يدخلوا في الدعم، جاب فوق 9.74 هذا ما عندوش حق في امو التضامن خصو يخلصوا، وما عندوش حق في الدعم لان جاب فوق العتبه ديال 9.74 في المؤشر ديالو في السجل الاجتماعي الموحد. هاد الناس غالبا كما هندسوا ليهم هاد امو الشامل ودار لهم واحد المبالغ غتبدا تخلصها على حساب المؤشر، غيقدروا يهندسوا ليهم واحد التقاعد يبداو يخلصوه على حساب المؤشر ديالهم، على حساب داك المؤشر كما كيخرجوا العمال غير اجراء عن طريق السميك يخرجوا لهم هما على حساب المؤشر، يقولوا لهم المؤشر ديالك كذا غتخلص التقاعد كذا. ونفس الشيء بالنسبه لفلوس الدراري، يدير لهم واحد الانخراط على فلوس الدراري، المؤشر ديالك من 9.74 لكذا غتخلص على فلوس الدراري كذا تولي تخلص على وليداتك وهي غاده، غالبا هادشي اللي غيديروا لهم. تحيه لكم، الله يعاونكم.